جاء في الحديث أنه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله عز وجل له بكل مؤمن حسنة. تخيلوا لو في الأرض اليوم مئات الملايين، مليار مسلم، واستغفر الإنسان لربه جل وعلا، استغفر للمؤمنين، استغفر للمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فإن الله عز وجل يكتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. استغفر لذنبك ثم استغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات. ماذا يحصل لو الإنسان استغفر لأخيه المسلم؟ واحد عند أخ محتاج فأخذ يدعو.